لا انت مخلوق مخلوق لا, لا راك انت راك انت خاسر انت خاسر وعارف الفرق. انا تنهضر لك بقيت فاش رجعنا بقيت عاوتاني جانا الحد ورجعنا في التعاون حنا عارفين راسنا حيت راه واخا رجعنا في النتيجه رجع المنتخب الوطني المغربي الاداء ديالو اللي كان عليه. واش شتي الحسن عموته واش شتي الحسن عموته كيفاش كان واقف؟ شتو كيفاش كان واقف؟ كيفاش كان كيطالع المباراه؟ راه انسان اخر انسان اخر لانه نقدروا نقولوا كان مرفوع ولكن الدور ديال الستاف تكنيكا سي ستاف راه هادشي راه كنا كنشوفوا السيد الدمعي جالس حدا السيد الدمعي يلعب كره هادشي راه قلنا في الحلقه السابقه الحلقه السابقه لانه الا كان المدرب ما مركزش كيكون طاقم تقني مركز على حوايج اخرى راه هادوك الناس اللي جالسين تسمع لي شي نقطه راه كاين انا اللي استغربت ليه السي مصطفى هو الاستغناء على رشيد بن محمود وكنعرفوا ان رشيد بن محمود خدم مع عموشه في مجموعه من الانديه ومجموعه من المنتخب خدم معاه في الوداد خدم معاه في لا هو شوف هو محلي لا انا متفق معك ولكن ما نقصوش من القيمه ديال هشام لا هشام لا من لا 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 هشام مدرب كبير حنا كندويو اللي كاين حتى حسين عموشه راه مدرب كبير حنا راه كندويو على المباراه هذه لا نقاش فيها كندويو على المباراه المباراه والالقاب ديالو كيحكموا عليه على وكيحكموا بانه راه مدرب كبير مدرب كبير حنا كنبقاو في الاخطاء اللي كيطيح فيها غير بعض المرات سي مصطفى كيخونك قاطعك بعض المرات كيكون المدرب مشغول مع المباراه ولا مشغول ولا سوبريسيون ولا مركز على شي حاجه كيكون شي لعاب تيلعب مثلا فواحد هذاك مثلا لاجوان ديالو ضروري ما تيكون تيشوف شي لين اخرى ولا شي بلاصه شي حاجه اخرى. اسماعيل انا نقول لك اسماعيل المواقف اللي كيطيح فيها اللعاب في المباراه وخصو يخرج منها راسو في كره في كاريدي زويت ولا هكاك المدرب خصو يطيح في مواقف خصو جيري لانه خصو يعرف شنو يدير لانه كنعرفوا لي كرون ترينور باش كتعرفوا اونترينور فيزيونال في قراءه المباراه ربع ساعه الاولى هنا كتميز الخبط الكروي ديالك في القراءه ديال المباريات لانه ملي كتشوف مدرب عنده بالماريس كبير بالنتائج ويقدر يكون خاسر في الشوط الاول والشوط الثاني كيتهضر لك بخمسه يعني راه شاف ودرا اشنو جاري وشنو واقع اش خصو يبدل اصلح هذا الصلاح اللي خصو واللي خصو يجلس خصو يجلس وعندك ربع ساعه ما بين ميطا وميطا وانت شتي لي فاي وهبطتي الفيسير على الاقل كما قلتي ندير واحد ثلاثه تغييرات في البلاصه.